ابني وين الانسان اللي بده يفكر بايات الله؟ نحن كمسلمين، نحن كمسلمين قدامنا يا اخواني قانون القران، قانون رب العزه انزله في الارض، فاذا مشينا على هالقانون نجحنا، واذا تركنا هالقانون عدونا رح يركب على رقابنا وبيمد اجرتين وبيقولوا هاي، بيقول هاي، لانه كون نحن ظلمنا انفسنا ولم نعمل بالاسلام. وكذلك اخذ ربك، الله اكبر، اذا اخذ القرى وهي ظالمه، ان اخذه اليم شديد. يا رب دخيلك، ان اخذه اليم مؤلم، عذاب الله مؤلم، مؤلم للنفس ومؤلم للجسد ومؤلم في الحياة، آلام، مصائب، بلايا. ليش يا ربي عم تعمل فينا هيك؟ لأنكم ظلمتوا أنفسكم. هذا كله مشان تأديب حتى ترجع إلى الله. واحد بيكون عم يشتغل، سكر باب الشغل بوشه، بدقة من هون تطلع سود، بدقة من هون تطلع منه، دقة يمين تطلع شمال. ليش؟ دليل يا ابني انه الله بيحبك، دليل الله بده اياك، بيحبك، ما فتح لك من هون، ما فتح لك من هون مشان ما تنشغل عنه حتى ترجع له. اذا رجعت له بيفتح لك الابواب كلها. اثنين، حتى ما تطلب من غيره، ما تصير عبد لغيره. فلما بدك تصير عبد لغيره بيسكر لك الابواب، بيقول لك انت عندي، خلقتك بيدي ونفخت فيك من روحي، تروح لغيري؟ انا خلقتك وعم برزقك وعم بعطيك وانعمت عليك بالعافيه والقوه، بتروح تشتغل لغيري؟ بسكر لك الابواب كلها. دليل انه الله بيحبك. الناس بيظنوا انه ليش هيك الله عمل فينا؟ الله بيحبك رجاء له. هذا يا ابني معناتها لا تشوف حالك انه انت يائس من الحياة، ضربت يمين اجت شمال، ما اشتغلت، ما كذا. الله بيحبك، بده اياك له، بده اياك له. عبدي خلقت الاشياء من اجلك فلا تتعب، وخلقتك من اجلي فلا تلعب. خلقتك من اجلي فلا تلعب، لا تضيع اوقات هون وهون، ارتجع الى الله، رجع الى الله، خلي الله يفتح لك الابواب. اجاني مره شب جاي يودعني، شب عمره 23 سنه جاي يودعني. خير يا ابني وين بدك تسافر؟ قال لي والله بدي سافر السفرة ما بدي ارجع منها. خير، قال لي بدك تسمح لي بالسفر؟ قلت له لا اعرف السفر لوين. قال لي بدي سافر لعند ربي. شلون؟ بده ينتحر، بده ينتحر حتى يسافر، بده للآخرة. قلت له ما عندك مصاري؟ بدك مصاري؟ قال لي لا مصاري ولا اكل ولا شيء، وابي مات وامي ماتت وانا ما بقى في عندي شيء. بدي قلت له بس ما بعطيك اذن لبعد شهر، تقعد عندي شهر، اكلك وشربك عندي، تقعد عندي شهر وبعد شهر باذن لك. قال لي ليش ما بتنزل لي هلا؟ قلت له بعد شهر بفحصك، اذا اهل للسفر باذن لك. قال لي طيب، شهر اشتغل بالذكر، صلاه مع الجماعه، تلاوه قران، بالشهر حفظ 20 جزء، حفظ 20 جزء من القران بهالشهر مع الذكر، اشتغل الذكر، بعد شهر. قلت له ما عم تستاذن؟ ما بدك تسافر؟ قال لي ما بقى بدي اسافر.
ما بدك تسافر؟ قلت له كان رح انشغلك في دكان بتشتغل بفلافل. قال لي بشتغل بفلافل مثل ما بدك، بس شغلني. بس شغلته على شرط صلاة الصبح حارس، صلاة العشاء حارس، وذكر الله ما بترتكه. تم. صدقوا يا اخواني بلا مبالغة، ما مر عليه سنتين الا عمر بناية، بياع فلافل. عمر بناية اربع طوابق، كل طابق شقتين وكل شقة اربع غرف وصوفة. عمر اول بناية سنتين. قلت له شوها؟ قلت ما حلا. قال لي الله فتحها. من بياع فلافل لسنتين. قلت له ما بدك تسافر؟ ما بقى بده يسافر. فيا ابني يلي بيظلم نفسه ظلم نفسه انه ما تعرف على الله. لذلك اخواني والله بحكيكم، والله ما رايت اشقى من الأغنياء، لا تأخذني بهالكلمة، لأنهم شغلوا في الدنيا عن الله، شغلوا بالمال والدنيا والأخذ والروح، شغلوا عن الله، حصلوا الزبل وتركوا الجوهر. هذا فهمان انك يا ريت زبل. الدنيا لا تساوي يا ابني زبل، دنيا تراب يا ابني تراب، لا يغرك الذهب ولا الجوهر ولا الألماس ولا لك. يا ابني خلينا نجيب، جيب الألماس والزمرد والياقوت هذول من ايش؟ من ايش اصلهم؟ من التراب. تراب، فرحان بالتراب، وتركت رب الأرباب خالق الكون يلي قال لك انا خلقتك بدي اياك الي، تركته ورحت اشتغل بالتراب. هذا اشقى الاشقياء يا المسكين يلي نسي. لذلك تجي البلاء، تجي النكبات، تجي المصائب، ما بيعرف ليش. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه. طيب اذا كان هي ظالمه، قال لك انتبه، شوف هالبلدة، شوف هالبلد، شوف هالجماعة، ليش هدول هيك عملت فيهم؟ مشان أنت تنتبه تاخذ حذرك، مشان أنت تنتبه تاخذ استعدادك للآخرة.